السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في القناة، معكم فاطمة من قناة فاطمة المصبية. اليوم إن شاء الله أخواتي بغيت نشارك معكم الطريقة ديالي في تحضير ديال الملوي خامر. المهم أخواتي، صراحة هاد الملوي خامر هذا كنت كنخدمو أنا في الطاليان، كنت كنبيعو الصراحة، كديرها بحال خدمة ثانية، كنت كنخدم مع الناس الكبار في الدار، وكتكون عندي ساعتين دائما، كل نهار كتكون عندي ساعتين. المهم ديك ساعتين كندير فيها انايا الملوي، كنوجدو كنبيعو، كنديه نعطيه للجزار، كنبيعو عند الجزار البنات، كنبيعو ليه باورو، وهو كيبيعو باورو 50 بحال 300 ريال مغربية، وانا يعني كنبيعو بألف فرنك. المهم اخواتي، هذا كان مشروع البنات اللي في الجالية المغربية المقيمة المهم بايطاليا او يعني ديال الاوروبيه كلها. المهم اخواتي، بالنسبه لهذا المخمر هذا الطريقه ديالي، وكيجي روعه يا البنات ومشروع ناجح بالنسبه للبنات اللي في اوروبا، راه مشروع ناجح. وهو الصراحه باش عاونت بيه يعني باش خديت الدار، يعني الصراحه كنت كنخدمه. المهم البنات، عندنا زلافه في الاول، راه سبقوني المقادير ولكن غنعاود معاكم. كنديروا دائما الفورس الدوبل، مثلا درنا زلافه ديال الفينو، غنديرو جوج ليف ديال الفورس، ودرت معاهم واحد معلقه صغيره ديال الخميره، ودرت شويه الملحه وشويه السكر. بالنسبه للسكر اللي ما بغاش يديرو ما يديروش. صافي، المدافع عندنا البنات، بما ان كان الجو بارد كنديرو الماء دافي، كان الجو سخون كنديرو الماء بارد. صافي البنات، وكنعجنو مزيان. هاد العجينه هادي خاصها ضروري تعجن مزيان وتدلق مزيان البنات، حتى تولي ترتق تحت الكفوف ديال ايدينا باش يجينا. اللي عندها العجينه دير العجينه، كيجي زوين حتى بالعجينه كيتدلك مزيان. المهم نعجنوه مزيان البنات، ندلكوه مزيان كيف ما كتشوفوا معايا هانتوما. العجينه خاصها تولي لينه، المهم مرخوفه وفي نفس الوقت شاده في راسها، ماشي كتلصق ولا شي حاجه لا، ولكن راها خاصها تكون مدلوكه البنات باش ينجح معانا، وتكون الخدمه ديالنا متقونه وتكون زوينه وتكون مقبوله، ما يجيش مدقاس ويجي ما يجيش زوين. المهم حيت الحاجه اللي كانت زوينه راه كيكون عليها اقبال، وكت اللي شراها كيعاود يسول عليها. المهم ملي كنعجنو كنخليوه يرتاح تقريبا واحد 5 دقائق، ولا ما تفوتوش 5 دقائق حيت فيه الخميره، باش ما حنا بغينا يجي شويه مورق، واخا هو يعني راه ملوي ولكن خامر، ولكن هذوك الا خليناها بزاف مع فيها الخميره هذوك الوريقات ما غايجيوش يبانوا نهائيا، غايجي كله معجن من الداخل. هاد النقط هادو ردوا لي من البال. المهم هنا البنات غادي، المهم انا غادي نعبروا، غنديروا شويه ديال الزيت النباتيه وكنشكلوا كويرات، كنعبروهم الصراحه. كندير فيهم انا 100 غرام حيت كيجيو ملويات كبارات. هذا هو العبر اللي كنت كندير انا تما، راني درتو معاكم وريتو لكم حتى هنا. هذا الفيديو هذا راه مفيد اكثريه للبنات اللي ربات البيوت، كيكونوا بزاف البنات في الديار الاوروبيه ما كيعرفوا ما كيديروا ما شي حاجه. اقل حاجه الا ما لقيتيش عندك وليدات وما قدرتيش تخرجي تخدمي، خدمي غير من الدار، يعني راه فيه الفلوس والله العظيم. راه في رمضان كيصوروا فيه حتى 3 مليون غير هاد الملوي والبغرير، ماشي زعما شي حاجه سهله. المهم البنات كما كتشوفوا معايا هنا، من بعد ما شكلتهم هاد الكويرات هادو، المهم كنديروا فيهم 100 غرام 104 100، المهم دائما كتكون زياده ديك 5 غرام ولا 4 ولا 6 ماشي مشكل، ما نديروش 100 غرام واقفه. صافي البنات، وكنغطيو كنخليوه يرتاح شي شويه، ثاني غير 5 دقائق كما قلت لكم في الخميره، ما خصناش نخليوه بزاف بزاف. وهنا البنات عندي هنايا الزبده باش غادي نورقو ان شاء الله، عندنا الزبده والزيت النباتيه، وعندنا الفينو. هنا الفينو البنات غير بوحدو عادي، غير الفينو.
المهم عاودت نفس عاودت وريتكم تاني غير الفينو الزبده النباتيه وهذه الزبده والزيت النباتيه. المهم نخليهم شويه يرتاحوا كما قلنا، ملي كيرتاحوا كندهنوا سطح العمل بالزيت وكنبداو نورقوا في الملوي ديالنا. غير كنحول فهاد الجبابين هادو كنعاود نوريكم. ولا دابا حتى بديت كنسجل في الصوت هذا باش رديت لبرا وريت لكم. صافي شفناه صافي ثلاثة المرات تقريبا وانا كنوري لكم. المهم صافي كنورقو مزيان الكرة ديالنا هكا كيف ما كتشوفوا معايا. الا كان مدلوك البنات راه كيجي ممرق، ومع العلم انا فيه الخميره راه فيه معلقه صغيره ديال الخميره ماشي زعما الخميره المعجونه. صافي وكنبداو ندهنوا كنورقوا بالزبده والزيت النباتيه وكنرشوا بالفينو. ما حس الكرة فيها 100 غرام راه كبيرة شدت ليا كاع الرخامة. صافي كنرشو بالفينو وكنطويو عادي البنات، يعني بحاش كنمسمنة بحاش كنمسمنة هكا. صافي وثاني كنديرو هنا ملي كنطويو ثاني كنديرو شوية ديال الزبدة وكنرشو بشوية ديال الفينو وكنحاولو ثاني نورقو. المهم نفس يعني كيف ما كتشوفوا في الفيديو، بعد مرات كيكون الفيديو هو شارح نفسه. صافي البنات هكا ملي كنوصلوا للاخر ديال الملويه ندخلوا هذوك الجناب كيف ما كتشوفوا معايا وكنجمعوا الملويه بطريقه سهله ماشي صعيبه. صافي البنات وكنحطوا في البلاطو كنحطوا على جنب وكنكملوا بنفس الطريقه وكنغطيو دائما بالبلاستيك باش ما ديرش لينا واحد القشره. المسمن الا بقى عريان او الملوي كيدير واحد القشره من الفوق، دائما غطيوه. المهم اخواتي انتم كتشوفوا معايا كملتهم كاملين طريقه جد بسيطه جدا. كنقرصهم شي شويه هكا وكنشوف يعني كنبداو باللولة اللي الملوية الاولى اللي درنا هي اللي كنبداو بها حيت كتكون ترخفات شي شويه وفي نفس الوقت كنديروا المقلة تسخن. راهم هذيك وضروري خاصكم تخليهم يرتاحوا ملي تلويوهم وكاملين البنات خليهم يرتاحوا واحد شويه بحال هكا حتى كيخمروا، خليهم تقريبا واحد 10 دقائق. صافي وعاد كنبداو نقرصوا بحال هكا البنات وما نقرصوش دوك الجناب لا غير الوسط البنات ونخليو جناب باش يجي باين هذاك التوراق. والمقله راها سخونه البنات ما كنرشها لا بزيت لا والو غير داك الزيت اللي خدمنا به الملويه كافي البنات. صافي وكن غير تشد فراسها كنقلبوها وكنبقاو ندورو فيها البنات حتى يعني حتى كطيب كامله.
ما فيه الخميره راه كيتنفخ تبارك الله كيجي زوين. دونك نبقاو نطيبو حتى كيطيب لينا كامل هذا الملوي هذا. هانتوما كتشوفوا معايا البنات، والله العظيم راه مشروع مربح اكثريه، يعني البنات اللي في اوروبا يعني كننصحكم به. تخدموا غير من ديوركم، مازال هنا في المغرب شويه. صراحه انا واحد النهار وحده بغاتني نخدم لها المسمن، قلت لها 2 دراهم وقالت لي لا راه غالي، قالت لي راه كنشري غير بدرهم. يعني هنا شويه في المغرب شويه قاصحه، ما كيخلصوش مزيان، ما كيعطيوش قيمه لسميتو. المهم بنات هذا هو الملوي الخامل ديالنا، نتمنى يعجبكم. الصحه والراحه.